أصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي خلال ال 24 ساعة الماضية، وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن 41 مسلحا حوثي قتلوا وأصيب 45 آخرون خلال معارك مع القوات الشرعية المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن. وأوضحت المصادر أن المواجهات تركزت في الطريق الرابط بين حيس والجراحي، فيما استهدفت طائرات التحالف العربي آليات عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة جبل رأس وأطراف مديرية الجراحي.